يخص مستر باتريس كارتيرون. انا ما بحبش امشي ورا الناس، الناس كلها عماله تقول ان كارتيرون مضى في الترجي. انا بحب اكلم كارتيرون نفسه. هنا اللي بيكلم كارتيرون مش شرط ابو المعاطي، احنا معانا فريق عمل مميز، فريق عمل مميز بيكلم الدنيا بحالها، ونتواصل مع الناس ونعرف ايه اللي حصل وايه اللي جرى. معانا ومعاكم الاستاذ هاني عصام، رئيس تحرير برنامج نجم الجماهير مع انكل ابو المعاطي زكي. يا استاذ هاني عصام اهلا بيك. ابو المعاطي انت لايف، خلي بالك. ازيك يا ريس، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك يا استاذ هاني، تواصلك مع كارتيرون على الواتساب عايزين نقوله للناس، وهل حقيقة مفاوضاته مع الترجي وتجديده للزمالك كل شيء؟ هو النهاردة صحيفة الشروق التونسية نزلت تقرير ان ادارة نادي الترجي دخلت في خط مفاوضات قوي مع كارتيرون، وبالنسبة لهم على رأس اولوياتهم بديلة لمعين الشعباني. اي فانا بعت له قلت له ان يعني بالنص بالظبط يعني مضمون اللي اتقال في الجونات. فهو رد عليا قال لي ان اتقال ان هو يعني الترجي التونسي عاوز مستر باتريس كارتيرون. عايزينه على اولوياتهم كمان للموسم الجديد. ايوه. فهو رد عليا نفى ان هو يكون وقع للترجي، فسالته حتى في مفاوضات. نفى التوقيع ولا نفى المفاوضات؟ هو نفى التوقيع، فسالت له طب في مفاوضات يعني هل في اتصال او كده؟ فنفى برضه. ايوه. قال لي ان مفيش اي مفاوضات خالص. ايوه. فسالته بعد كده على التجديد، هل خلاص تم التواصل للتجديد مع الزمالك؟ هل اتفق على تفاصيل العقد وكده؟ فكانت اجابته ان لا مفيش اي حاجه خالص. يعني مفيش اي مفاوضات مع الزمالك لتجديد عقده؟ لا 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 لا. طيب عندك ايه تاني مهم نقوله عن نادي الزمالك؟ هي دي في حد ذاتها مفاجاه للمعاطي، يعني ان الزمالك لحد دلوقتي ان ما جددش مع. طب ما هو الاهلي ما جددش برضه يا هاني. بس يعني لو الموسم كمل هيبقى هم مستمرين لنهايه الموسم وفقا لقرار الفيفا، فيبقى صح. قدامنا على الاقل 4 شهور، فما فيش ضروره للتجديد يعني خدت بالك. لكن بالنسبه لو هيروح مكان تاني، لا، كارتيرون عامل مع الزمالك 2 بطولة في اسبوع وغير شكل الفرقه، وشكل الفرقه بقى ممتاز جدا جدا وياه، والزمالك شخصيته بقت افضل مما كانت مع ميتشو، وبالتالي والفرقه بقى ليها شكل ولمع نجوم كثر. يعني مع محمد عبد الشافي تقل في الملعب، محمد ابو جبل اداله ثقه، حازم امام اداله ثقه، اشرف بن شرقي بقى تقيل، مصطفى محمد بقى تقيل، يوسف اوباما بقى بيطلع يكمل في العرضيات، ونجم نفسه مستوى عالي وياه. فلا يعني المفترض ان انا ابقى حريص على الابقاء عليه. اجدد معاه امتى ده نشوفه بقى يعني. صحيح. عندك ايه بقى قنبله تاني ولا حاجه؟ موضوع حمدي النقاز حضرتك اتكلمت عنه؟ لا لسه ما اتكلمتش عنه والله. انا قلت على حته الـ الايصال الورق اللي خدها من محمد بدر، لسه ما يعني عندي اسئله موضوع كتير دي لسه في حمدي النقاز. اتفضل حسين. فهو حمدي النقاز معادي لحد دلوقتي بياكد ان يعني الباب بالنسبه له مقفول، ان هو يعود للزمالك السنه الجايه، خلاص شايف ان الصفحه انتهت. عايز اقول لحضرتك على حاجه. اداره نادي الزمالك خرجت طلعت بتصريحات ان فرجاني، ان حمدي كلم فرجاني وطلب منه ان هو يرجع لنادي الزمالك، ونادي الزمالك رفض. ايوه. فاللي بأكده لحضرتك 100% يعني ان إيه؟ من يعني حصل اتصال تليفوني من ساعات، او بالتحديد بعد تصريحات اداره نادي الزمالك. أيه. حصل اتصال ما بين حمدي وفرجاني. ايوه تمام. وحمدي كلم فرجاني، كان مكالمه يعني ايه، عايز اقول لحضرتك يعني حمدي بيهزر مع فرجاني، بيقول له انا كلمتك وطلبت منك ان انا ارجع وكده، ففرجاني ضحك جامد جدا يعني ايه. أيه. هما الاثنين مش مصدقين ان الكلام ده بيتقال. فرجاني قال له لا ما حصلش طبعا، وانا ما ولا انت كلمتني ولا انا كلمت حد بالنسبه لفرجاني سياسي. حتى الموضوع ده فرجاني نفى الحمدي، يعني فرجاني حتى ما راحش قال الكلام ده كله الزمالك. الكلام ده كله يا حاج زي ما قال حكيم، حلاوه روح، مش هو اللي كان بيغني حلاوه روح؟ هو اللي كان بيغني حلاوه روح. فحلاوه روح بعد الحكم،
لان ده بيدل على فشل المنظومه القانونيه في نادي الزمالك في متابعه الملفات. وللامانه كان هاني زاده ماشي فيها كويس، ده حقيقي فعلا بصراحة. يعني هاني زاده كان بيتابع كويس هو واحمد جلال المساله دي. احمد جلال اظن سافر معاه مره، واحمد مرتضى، وكانوا بيتابعوها كويس. انت جدتها لشريف اسلام واديتها لمحامي الجزيره الاماراتي الاستاذ احمد عبد الفتاح، واديتها لواحد برتغالي ما خدش فلوس. على الاقل هاني زاده خفض كمان الفلوس، يعني خفض مبلغ كبير جدا من العقوبات اللي كانت على النادي. خفض وعنده لغه وبيعرف يتواصل. هي النقطه الثانيه زمعاتي اللي كنت اقول لحضرتك عليها ايه يا حبيبي؟ هو اداره نادي الزمالك برضك طلع يعني اعلنت امبارح ان عدد صفقات الموسم الجديد هيبقى قليل جدا، 4 صفقات، وان هم مش هيدفعوا اكتر من 5 مليون جنيه. يا بص يا هاني، كل ده كلام يا حبيبي، كل ده كلام وما باخدش منهم غير كلام. لو في نجم كبير لازم هيتفاوضوا عليه ويدفعوا اكتر. لو في نجم كبير هو الموضوع مختلف السنه دي، لان فعلا فعلا يعني الامور الماديه مختلفه عن اي يعني اي وقت قبل كده. ايوه انت لحد النهارده او يعني شوف النهارده كام كان الموظفين والعمال ما قبضوش شهر مارس. النهارده كام؟ 15 باين ولا كام؟ النهارده 16. يا نهار ابيض، وما قبضوش؟ ها ما كانش قبضوا يعني النهارده 16. الناس ما كانش قبضوا. والله يا هاني بعد الناس اللي اتفصلت الموظفين بقوا قابلين بالامر الواقع وكده، ربنا يلطف. اشكر الاستاذ هاني عصام رئيس تحرير برنامج نجم الجماهير مع اونكل ابو المعاطي زكي. شكرا يا هن، خلي بالك من حمزه في الحظر. حبيبي يبارك لك فيهم يا رب، في امان الله. انا سامع الموسيقى التصويريه جنبك يا هن. حبيبي في امان الله، اتفضل. مع السلام رفيق الحج انت يا حج هاني، يلا سلام. حج هاني حج معايا انا والاستاذ احمد جلال من 3 سنين. فاللي انا عاوز اقوله ان موضوع مستر باتريس كارتيرون انه رايح الترجي ده فنكوش، وهي كلها امور كلام في الصحافه التونسيه. لكن مستر باتريس كارتيرون اكد لنجم الجماهير في رسائل صوتيه على الواتساب ان مفيش مفاوضات مع الترجي، وان الزمالك لم يطلب تجديده، وان هو لم يوقع لاي نادي، لم يوقع لاي نادي. لكن عرض الترجي عرض خيالي ويديله استقرار، وهو بيحب منطقه شمال افريقيا، تونس ومصر والمغرب وحاجات بالشكل ده، وعنده عرض من جنوب افريقيا وعنده عرض في اليابان. فهنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى في هذه المنطقه. انا لما بحب اجيب معلومه يا جماعه ما بحبش اقول حاجه، وما بحبش امشي اقول ان لا ده رايح الترجي والترجي قال. طب وهو الراجل رد فعله ايه؟ طالما قدرت اجيب رد فعل لكارتيرون اقول رد فعل لكارتيرون، اقول رد فعل لكارتيرون. يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير، اللايك والشير والدعاء على الغير اللي بيقروا علينا وبيحسدونا وبيكيدوا لينا. خليكم معانا في قولة حسبنا الله ونعم الوكيل. انا مش شايف لايكات، العدد ده مش كفاية، العدد في اللايكات دي مش كفاية. ايوة كده حبايب نجم الجماهير وحبايب اونكل، يحفظكم الباري في الشهر الجاري والشهر القادم كمان. شكوى خالد بوطيب؟ لا لسه، ما الدنيا ما خالد بوطيب خدوا. طالما جبت سيرة شكوى خالد بوطيب، خالد بوطيب يسعى، الله عليكم، ايوه كده، احلى اصدقاء في الدنيا اصدقاء اونكل ابو المعاطي زكي واصدقاء نجم الجماهير. يحفظكم رب العالمين ويبارك لكم ويسعدكم ويكتبكم في عباده الصالحين بحق جه سيدنا النبي وآل البيت. خالد بوطيب يسعى للحصول على ان يبقى انيس بن ميم هو محامي، يسعى ان انيس بن ميم محامي حمدي النكاز يبقى محامي. الزمالك هيعمل ايه؟ هيطلب الحيثيات وهيستشكل في الحكم وياخد له 5 6 شهور في المحكمة الرياضية الدولية، في المحكمة الرياضية الدولية. ايه اللي يحصل وايه اللي يجرى؟ الخبراء قالوا يعني لو هيحصل يبقى في تخفيض للغرام، لكن الدنيا تتقلب 180 درجة كنت قلبتها. الراجل زي المحامي قال لك بعتين 40 صفحة كلهم شتيمة، ما فيش حاجة مستندة ترد عليها. وبالتالي كان الموضوع ده. عاوز بس أشكر مجموعة من أصدقائي على الفيسبوك، عبد التواب بهي فراج وحسن أسامة وأسمران اللون. أسمران اللون أهلا بيك يا أسمران اللون، ومدام يسر الشيخ
وسعد جاد الجعفري ومستر احمد جمال وحمادة الدمرداش وجورج شفيق واحمد ابو كامل وحسام حرب. كل الناس دي ناس محترمة ولا كل